نعم كوتش إلي، شو كانت ردود الفعل عند اللاعبين المدربين؟ يعني أول مرة نكون عم نتعامل مع كوتش ومدرب أجنبي، شو كانت أول ردود فعل؟ لك هي كان في وقع إيجابي عند بعض الأشخاص، وقع سلبي. يعني في ناس علقوا كتير إنه اللاعب اللبناني مش قادر يستوعب المدرب الأجنبي، وشفناها كتير محلات، بس اللاعبين كتير تقبلوا الأمور، واللاعبين كانوا اندمجوا بسرعة مع الكوتش باكو، حتى بالتكنيك الجديد اللي عم بيعطيني إياها. كان تعرف في خطط اليوم نحن بلبنان كنا بعدنا عم نطلع شوي شوي، كوتش باكو قدر يدخل سيستم لعب جديد على المنتخب، وبعتقد انه اذا بينعطلوا وقت، تعرف الوقت بلش كوتش باكو كان عنده شهر ونص بس يحضر للتصفيات. صحيح، رح نحكي عنه بعد شوي. على كل اول مباراة لعبها ضد قبرص مباراة ودية، كان صار له 3-4 ايام جايب ما بيعرف اللعيبة. صحيح، هلا عندنا وقت اكثر تحضر لاسيا، هلا التحضير اكيد حيتغير كتير، اكيد رح نحكي باوقات لاحقه بالحلقه. خلينا نساله عن التراي اوت، يعني كيف عمل التراي اوت اول ما اجى. كوتش كوينتانوس ان بوكو ديل تراي اوت ديل بروبس دي ابتيتود كومو اليجيستي لوس جوغادوريس ليبانيس؟ Bueno, la verdad es que no tuve mucho tiempo para ver jugadores. بالحقيقه ما كان عندي وقت كتير ان اتعرف على اللعيبه واقابل لعيبه، عدد كافي من اللعيبه. Y bueno, se me dio una lista por parte de la liga, de la federación, con 20 o 25 jugadores. وعطوني لائحة بتتضمن حوالي 20 أو 25 اسم من اللعيبة. Y a partir de ahí, después del partido de los dos amistosos contra Chipre. ومن بعد المباراة ضد تشيبري. Los 14 que creía que más podían adaptarse a lo que yo entiendo por fútbol sala y نقيت ال 14 اللي حسيت انه بيقدروا يكونوا فعلا بالفوتسال. Y a partir de ahí han sido los 14 que han ido a la eliminatoria que hemos jugado recientemente en Kuwait. ومن بعدها نقيت اللعيبه ايضا اللي بيقدروا يشاركوا بالماتش ضد الكويت. Creo que hubo uno o dos jugadores que no estaban en la lista y que yo viendo partidos pues decidí llamarlos. ومن بعد ما نقيت كم لعيبه قررت انه احكي معهم واطلب منهم يشاركوا. Pero que el resto de jugadores fueron de una lista que se me proporcionó al llegar al país. والبقوي قرروا انه يرجعوا على البلد. كوتش خلينا نسأله للمدرب، بما أنه يحو معنا باستوديو دائما هذا السؤال بنطرحه على حالنا وعلى مدربين لبنانيين ومع يعني لاعبين، خلينا نسأله عن مستوى الفوتسال بلبنان، كيف يشوفه مقارنة لبرا على جميع الأصعدة، يعني كان لعيبة أو مدربين أو حتى تحكيميا، خلينا نسأله عن هذا الموضوع. كوتش كومو انكوينتراس النيبال دي ان جنرال دي الفوتسال ان ليبانو استوي ابلاندو اكيد دي تودو الفوتسال los entrenadores, los jugadores, los árbitros. Bueno, es una liga, es un deporte muy nuevo en el país. هيدا سبور جديد بهيدا البلد بلبنان. La liga apenas lleva 5 años jugándose. وصار لهم بس 5 سنين عم بيلعبوها. Y bueno, pues eso hace que el nivel de la liga pues no sea muy muy alto. والمستوى كان فعلا ضعيف. Para ir creciendo pues hacen falta muchas cosas, no es solo una sola cosa para que un deporte crezca, tienen que haber muchos factores. وكان في كتير قصص ناقصة، مش بس عامل واحد، عدة عوامل مشان تنصنع فريق جيد. Y la verdad es que bueno, pues el hecho de que la liga solo lleve 5 años funcionando pues hace que sea muy nuevo y que no tenga el nivel que tiene en muchos otros países. والحقيقة إنه هاللعبة ما كانت موجودة من زمان، مشان هيك كان فعلا بده شغل وتمرين. نعم، خلينا نسأله كمان نحن شو بحاجة لحتى نصير بمستوى عالي، بمستوى عالمي إذا بدنا نقول، لأنه الفوتسال بلبنان مع كوتش أجنبي يفترض إنه يتطور، خلينا نشوف شو بعد نحن بحاجة. كوتش باراتي كنوس نسيستاموس إن ليبانو برا إستار أو برا كي الفوتسال سيا إنو نيفيل muy alto o mundial si podemos decir. Bueno, en primer lugar es un deporte que en el mismo Líbano no se conoce. بداية هذا النوع من الرياضة غير معروف جدا بلبنان.
Yo voy muchas veces por la calle, me encuentro con alguien y le digo que soy seleccionador de futsal y no sabe lo que es el futsal. ولما بكون ماشي على الطريق وبقول للعالم انه انا بشارك بالفوتسال وانا مدرب لفريق لبناني منتخب لبناني بالفوتسال ما بيعرفوا حتى شو هو هيدا الشيء. A partir de ahí pues empezar a trabajar con jugadores jóvenes, con niños, وانطلاقا من هون قررت اني بلش اتعامل مع لعيبه صغار بالعمر ومن عمر الشباب. Vale, formar a los entrenadores, a los coaches, formar para que formen a la vez ellos formen a los jugadores. مشان تنقدر نأسس للعيبة جديرين بهاللعبة. Creo que son las cosas más urgentes que ahora mismo el futsal libanés necesita. والفوتسال اللبناني هو بحاجة لهيدا النوع من الشباب يلي فعلا عم تتحضر تتوصل لمستوى عالي. La mayoría de equipos que he visto de la liga son equipos con jugadores de fútbol que tienen los hábitos de jugadores de fútbol. ومعظم اللعيبة هن من عمر الشباب. Y el futsal es completamente, sino completamente muy diferente al fútbol y es un deporte distinto y necesita pues aprenderse. إذن كوتش باكو عم بيقول إنه يعني مثل ما بيعرف أكيد كوتش إلي كمان وجميع المشاهدين إنه نحن لعبة جديدة فوتسال ومعظم اللاعبين اللي عم يحضرون ببطولة لبنان دغري عم بلاحظ إنه هن مش لاعبي فوتسال الأعظمون يعني هن لاعبين بالفوتسال فوتبول يعني عم بيكونوا يلعبوا فوتبول ويجوا على الفوتسال هيدي نقطة كتير مهمة كبيرة يعني نعم. الفوتسال لأنه لاعب عم يلعب فوتبول فوتسال يعني يتضرب بيكون في عنده مباريات بالفوتبول بيجي على حتى التكنيك غير حتى التكنيك يعني. خصوصا لحراس المرمى بس هلا إن شاء الله إنه ابتداء من سنة الجاية أو بعدها حينفصل كليا يصير فوتسال بيلعب فوتسال ما بيلعب فوتبول وهيدي كتير بتساعد المنتخب هيدي كتير مهمة تمارين. طيب بما انه عم نحكي عن المنتخب كوتش يا ريت بتخبرنا ونحضر كمان تاريخ يعني منتخب لبنان بالفوتسال اللي هو منه كتير كبير بس حافل يعني بالانجازات يعني بالتسع سنين اللي صار له المنتخب بعتقد انه ولا منتخب يتطور بهالسرعة. نعم اول مشاركة كانت اول مباراة ودية كانت مع غير بلد كانت مع قبرص كان بال 2003 نعم لعبنا مباراتين وديتين اخذنا منتخب كان عندنا دوري شبه رسمي اسمه دوري المصارف نعم وقت نعمل نقينا منتخب منه من الاشخاص اللي بنعرفهم بيلعبوا ميني فوتبول كنا نعرف بالوقت لعبنا مباراتين بقبرص وخسرنا المباراتين 10 4 و7 3 بعتقد هيك اول مشاركه رسميه كانت ببطوله اسيا كان بايران بال 2003 كان بالوقت المدرب سيرجي ألكسندروف كان يلعب بنادي الحكمة نعم. وأول مشاركة لقلنا الإنجاز اللي قدرنا عملناه هو ربح على الصين كنا بعدنا ما بنعرف شو الفوتسال ما بنعرف القوانين رحنا لهونيك ما بنعرف وين بحطوا الطابة ما بنعرف إذا براجع على الدولار يعني كان لعبة كتير جديدة علينا هلأ عدنا شاركنا بكل يعني لبنان ما غاب من وقت ما شاركنا بال 2003 لغاية 2012 ما شاركنا بكل بطولات الأسيوية هلا بتعرف قبل كنا نشارك دغري ما في تصفيات بس من 3 سنين بلش في تصفيات وصرنا نشارك بالتصفيات وكل مره كنا نتأهل والنتيجه اللي عملناها اكثر شيء هي كانت بقطر طلعنا اول بغرب اسيا وتأهلنا على اسيا هلا احسن نتائج اتعملت بالمنتخب هي وصول للدور الربع النهائي اللي بلشت بمكاو وبثالث مشاركه وصلنا ربع نهائي بس كان عندنا عقبة كبيرة انه المستوى تبعنا عم يكون وصل ربع نهائي ما قدر نكمل يعني اغلب الاوقات كان عم يساعدنا ايران بالربع نهائي وبتعرف انه ايران هي بطلة اسيا لثمان مرات تسع مرات صاروا مرة واحدة اليابان بقوا كلهم اخذتهم ايران وعلى مستوى عالمي كمان ايران من اول ايران لعبت ببطولة العالم اخر مرة كان ربحانين على اسبانيا بطلة العالم السابقة 3-0 اول شوط عدلوهم تلي شوط 3-3 كانوا ربحانين على إيطاليا اللي هي بطلة أوروبا نعم بقى هلأ إن شاء الله مع الكوتش باكو اللي بتحسن المستوى ووصل نص نهائي وتأهل على كأس العالم إن شاء الله يعني لبنان بلش من مطرح وتطور بسرعة ومع قدوم أكيد يعني إحنا بلشنا وما بنعرف شيء وصلنا بتطور سريع أكيد الفضل للمدربين وخصوصا الكوتش دوري زخور أكيد اللي هو كان له فضل كبير صحيح حتى نقدر نوصل
طيب نحن يعني حكينا شوي عن جنرال مع كوتش باكو معك عن منتخب لبنان حاليا وسابقا شوي. رح نتوقف شوي نحن مع الإعلان. من بعد الإعلان رح نفوت أكتر بتصفيات كأس آسيا يلي كانت عم تلعب الشهر الماضي. رح نحضر فيديوز خصوصا مباراتي قطر ومباراة العراق. كمان صار في كتير لغط عن مباراة قطر اللي خسرناها بنتيجة 5-2. رح نحكي فيهم بعد البريك. وكمان بنوعد مشاهدين أنه نحكي أو المشاهدين انه نحكي كمان عن الفوتسال للبنات اكيد بعد كمان بعد البريك الاخير. لكن لحظات قليله وبنرجع معكم تنتابع الحلقه 10 من يو اف ال راوند اب. هذا البرنامج برعايه كلاس سبور.